ولعتش الشمعة دي ولعها ازاي؟ انا معيش كبريت اصلا. انا طفيت حضرتك من شويه، اصل انا مش في كهرباء، انا لما دوست الزر اللمبه شمعت، الشمعه فرقت بالفرقه. نهار اسود، نهار لحس، نهار ملمس. اكيد انا الكارو جاب لي ارتجاج في المخ،
عمار كان أعرج بيهق كتير. أيوه هو كده. ايه؟ اه البقجة، البقجة بتاعتي. اه صح تحت. صح. انا قفلت الباب ده؟ اه قفلت. امال اتقفل؟ لا ما قفلتوش. لا قفلته قفلته. لا ما علينا قفلته طبعا قفلته. امال مين اللي أنا مش سايباكوا هناك في نص الصلاة؟ إيه اللي جابكوا هنا؟ ده يمكن أنا اللي حوليت. آه أنا اللي حوليت. أنا فاكرة نص الصلاة هناك. آه هو هنا نص الصلاة هنا. طب البوقة فين؟ البوقة دي حمرا بقى، لازم تبان. ايه يا ابني انت؟ جهنا ازاي ده؟ انت هنا؟ ايه ايه ده؟ الواحد معقولة يا زغلل تنسي بوجة هدومك بره وتدخلي كل حاجة؟ دخل بقة هدومه أول حاجة. سيرتك مفتوح؟ يلا قفلتك. ما هو لو انا ما قفلتكش
مين اللي هيقفلك؟ انا هدخل واقفلك، واخد بالك؟ مش عايزة انا انام عليك، لكن هنام. هنام يعني هنام بقى بالعند، هنام. صحيح لكن مش للدرجة دي، البيت وطفشتني منه، جاي ورايا ليه يا جبان؟ أنا آسف يا زغلول، حقك عليا، البيت كان واقف على حيله بحسك، أول ما سبتيه نزل على الأرض. ما البيت واقف أهو يا راجل، أنت مين يا عم؟ أنا شقوب بيك القنطاوي. شقوب؟ أول مرة أفرح أما أشوف خلقتك. إيه اللي جايبك في السعادة يا راجل؟ بعد ما سبت البيت يا زغلول انا كسرت وراك زين. ليه؟ ايوه ليه؟ انا كنت عملت فيك ايه؟ ده انت قليل الحياه ليه كده؟ مش ده الموضوع. الموضوع انا فجاه حسيت ان البيت بيتهز هزتين. انا في الاول طنشت ما همنيش، انما قلبي اتقبض فجاه وقال لي حاله. لميت اللي قدرت المه ورحت خارج جري. يا دوب انا عديت برجلي الثانيه من عتبه البيت ببص لقيت البيت كله ريح على الارض. لا حول الله يا رب. ايه وبيحصل ايه هناك دلوقتي؟ اسكتي اسكتي يا زغلول، ده الدنيا مقلوبه هناك. المطاف والبوليس والاسعاف والبلديه والمحافظه، الدنيا مقلوبه، والصحافه وناس تصور وناس. حتى منعوني ان انا اسلم على المحافظ عشان اطلع في النشره، قعدوا يزغطوا فيا لغايه ما طردوني بره. يا عيني عليك. طب والناس اللي كانوا في البيت دول هيعملوا فيهم ايه؟ هيودوهم الايواء العاجل لغايه ما يشوفوا لهم مساكن. يا عيني. الحمد لله الحمد لله ان انا عندي بيت. ايوه الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله انا الحمد لله الحمد لله ان انا عندي بيت. انت ايه اللي حشرك؟ ايه يا زغلول، ما انا بحمد ربنا انك انت عندك بيت. الحمد لله. بيت كبير كبير قوي. يسع الف. زغلول. نعم. انا عايز انام. طب وانا مالي؟ انا عايز ايه يعني؟ اقويني.
يقويني ربنا يقويكي في جنته. جاي ومتجه وشايل شيلك عشان اقويك؟ لا ده انت ما بتقبلنيش. معلش انا عارف ان انا ما بقبلكيش وانت كمان ما بتقبلنيش، انما اقويني اقويني. طيب اقويك، انا برضو محتاجه حس. طب اسمع اقويك بس اديني وعد. ايه؟ تطلع تجيب لي البوقه مسلطحة فوق في حتة. مسلطحة فين؟ تعالى اوريك. هات هات الحمار اللي انت جايبه في ايدك ده. اها، فين البوق ده بقى؟ تعالى. ما وش فين بقى البوق اللي بتكلم دي؟ هناك فوق. فوق فين؟ فوق فين؟ فوق هناك عند النجفة. فين عند النجفة فين؟ أنا مش شايف هناك بوقك. إيه دي؟ سلمت النظر يا ست زغلول. البوقة في الرجل قدامك أهي. أهي. بس كانت هناك فوق؟ يعني انا اكذب عينيا الحلوين دول وستاكدي؟ انا حصل لك ده تهيؤات نتيجه الصدمه اللي حصلت لك فجاه في يوم وليله. انتقلتي من غرفه فوق السطوح كحيانه عدمانه الى قصر طويل عريض تجري فيه الخيول. زمن احول يخلي البهوات يعيشوا في الشوارع، والعظمانين الكحيانين العجر دول يعيشوا في القصور. ما معقولة يكون تهيؤ؟ اه ماله تهيؤ؟ ما هي كل الناس بيجي لها تهيؤ. البوقة بتطير، في بوقة بتطير يا راجل. يلا يلا استهان، شوفي ناوية تنايميني فين في الليلة السودة دي. طب بقول لك ايه، اعمل معروف زيادة استحراس، يعني ارفع البوقة على قلبك. يا دي الليلة اللي مش فايتة. حاضر، وادي البوقة اهي. هنام فين؟ في البدرون. ايه؟ بدرون؟ نحن ننام في بدرون؟ ايه جدع، هو قراوة انعرة ولا ايه؟ اه البدرون. ست زغلول انا بيه برضو ومش وشي بهدله. ده ما تعمليش فيها يا عبد الحليم، انا مش ناقصاك الليله دي. عاجبك ولا مش عاجبك؟ عاجبني عاجبني. اي حته والسلام. يلا ارفع. امشي كده. حاضر امشي. امشي كده. مش انت قدام عشان اي حاجه تبص فيك. ما تزوقيش ما تزوقيش. زودي ليه؟ هتطلع هات البوق. يلا امشي. معاك وديان فين؟ كان زمانك نام في الطاولة. خش فوق. ايوه انا نام في الدور. خش على يمين. يمين؟ ايوه. يلا يا ولد. ياخد دش. مش معايا انت في الموضوع. ما لمحتش حاجه مرقت؟
حاجة ايه؟ حاجة مرقت. مرقت ايه يعني؟ فر؟ هو اكبر من الفار شوية. ها؟ والقط والهو. هو ده ايه؟ ايه يعني قصدك فيل؟ انا ما بيهمنيش لا فيران ولا فيلان. فضلي قدامي وريني بيتيني فين. اهي نومه والسلام. استنى. ايه؟ لما تطلع انت قدام. مش بيتك انت واللي تفهمي فيه؟ وريني. تعال تعال. ده شبك ده ولا ايه؟ لا هو نفس كده. ما وانا حلمت في النفس ده. ما انا كنت بنام هنا. ايوه. مفيش حاجه مفيش حاجه. اطمن مفيش حاجه. انا مطمن. وما انت واقفه جنبي مطمن. بس انا بفكر بعد انت ما تمشي يعني ايه اللي هطمن ولا مش هطمن. ولا بقول دي أوضة حلوة وشرحة. ابن بحر شرق غربي. هي سنطرة كده في ال ما فيش حاجة. بس هو ده أصل مش جيني نوم يا زلول. يعني متهيألي راح أقعد ما نامش قد ست أيام. ما أعرفش ليه مش عارف. النوم طاير من أنا. ليه دي أوضة مش عارف. ما أنا مش عشان الأوضة حلوة بس أنا مش جايني نوم. ما تفهميش ليه يعني. لا لا أنا نام.
انتي ملا ايتي كرولا ايتك ما هي كويسة وسليمة ايتي بتحسي معي بابا استهدي بالله ايه اللي بتقولي ده تعالي عودي تعالي عودي لا انا شفته في سيما علي بابا بتسعين قرش التذكرة اللي جابه هنا ها عفريت بالبوايش المطلوب اعمل انا ايه تعالى معايا انا مش هدقك لا مش هدقك طيب خلاص انا مصدقك طب ايه المطلوب مني الوقت اديني دين كلام تعالى انت ما بتجيش ليه ماشي انا ماشي ماشي فين؟ مش ماشي وين؟ ماشي هو ماشي مش ماشي انت محجر صح صح انا مصدقك خلاص ولا ضرب بقى ولا بوليس ولا مصيادة فران مصيادة فران تصوري لما نحط مصيادة فران فيها حتة جبنة العفريت العفريت يكفي الجبنة ومرضاش يدخل المصيادة العفريت تقدر تشتري كيلو جبنه ب 15 جنيه جبنه انا جعانه
مكتوب. اي والله جعانه، انا جعانه وخايفه. يعني الواحد مش عيب يبقى جعان وخايف في نفس الوقت. لا مش عيب، بس هو الفكره ان يعني يا نهار منيل. ايه يا نهار من غير لون. ليه يا رجلين من غير صوابع؟ يا ساتر. يا شراب من غير استك. يا باي، يعني انا اهرب من وقوع بيت على دماغي، او انا اقع في عفريت. موقف يخلي الواحد شقوب. ايه ده؟ ايه ده؟ ده مش ده قولوا. هو ده والله. عرفي عليا. شقوق بيك القنطاوي، مدير عموم سابقا. سيسو العفريت. هلو. هو بيعمل ايه؟ حط يا اخي غريب في حاطط صباعه في زرزور عيني. كويس كويس اوي كويس. ليه مش عارفه. طيب اسأله كده. انا ما اسألش حد ولا تحشرش في اللي ماليش فيه. انا في حالي. انا شاكرة لك افضالك الحقيقة. كان بتاكلني. هو في ايه؟ كانت بتاكلني ام فركها عيني. فركها ازاي يعني؟ انت عارف اما تعمل في ودنك كده. هو في عيني. كويس كويس كله كويس. شكرا. كله كويس. الحق. هي في ايه؟ جاي لك. انا عيني كويس مش ايه؟ بيعمل ايه شقوب عندك؟ مسك مرن. طب حاسب بقى. حاسب اوعى يغرز صباعه تبقى بثلاث فتحات. ممكن اقول لحضرتك يعني إيه انت مستفيد ايه من المسكه دي؟ يعني ليه حضرتك بتعمل فيا كده؟ انت في ايه؟ حضرتك بتعمل فيا ليه كده؟ ايه؟ وراح فين؟ جالي. كويس، ما تقوليش ان انا معاكي. اعمل ايه بقى؟ مش عارف. انت هتعملي حاجه؟ لا انا مش هعمل اي طيب حاجه. طيب بعد اذنك انا حجري. حجري ايه؟ طيب حجري بقولك. طيب اجري. طيب لازم اجري، من الموقف ما يستحملش اكتر من كده. طب اجري. اجري. ما جريتش ليه يا شوشه؟ مين؟ شوشه؟ ايه اللي لزقك؟ بعد العمر ده كله رجلي سابوني ومشي. لا اله الا الله. بقول لك ايه؟ انا جعان. غريبه، مع ان بقالنا يومين ما اكلناش. يلا زي بعضه، هناخد زمننا وزمن غيرنا. قولي هي العفاريت بتطلع بالنهار؟ امال يعني بيروحوا الشغل؟ طب خلاص بقى. بقول لك ايه، احنا نفضل قاعدين هنا لحد ما النهار يطلع علينا. النهار يطلع؟ احنا هنقط بيت عمرنا هنا يا ربي. قالوا انه مبقاش طبيعي. قال مين يا عدينا؟ ايه ده؟ اما صوته لطيف قوي.
انت سمعتي حاجة؟ واحد من الهول بيتهيأله انه بيسمع نشيد. الله، انت سمعتي باللي انا سمعته بقى؟ وانت سمعت مين؟ يا عادينا هو. ايوه، مين عادينا هو هو. سمعت حاجة غريبة قوي ان الواحد يسمع نفس الحاجة اللي بيسمعها التاني. يا سلام، شوفي الدنيا صغيرة قد ايه. الدنيا صغيرة، الدنيا صغيرة فعلا. بيكتر في الحديقة لما الواحد يعني انت سمع الصوت ولا ما سمعتيش؟ سمعت الصوت؟ في هبو جاي من فوق. هو ايه؟ هبو يا الله يا الله، ادعيلي انا في شدة، ادعيلي كتير كتير كتير. ده انت نزلت بتقيلة مرة واحدة يا ابا. اتبهدلت. انا والدي لو كان عايش وشافني بالشعلة كده زي ما اكون في اوتوبيس كان بهدلني وطردني. طردك كمان؟ هيطردك طبعا. انت شفت اللي انا شفته مش كده؟ بس اللي قبلنا ده ما كانش بيقول مين يا عادينا. واو واو، ما هو اللي خوفني انه ما اتكلمش خالص. بس شفتي منظره عامل ازاي؟ فكرة ده والد العفريت اللي جوه. والده؟ الله، يعني انت عندك اسرة متكاملة جوه البيت؟ بس كان جاي ليه من افانا ودخل يعمل ايه؟ يبقى لازم دخل عشان يخوفنا. ما تيجي نخش. بقول لك يا بني ادمه اللي ما بتفهميش، داخل يخوفنا تقولي نخش عشان يخوفنا جوه؟ بس دول مش عفاريت. ليه؟ عشان مالهمش ديل. العفاريت بيبقى لهم ديل. يا سلام يا نصحه. ايوه امال. يا سلام، ده هضرب صباعي في عينك زي العفريت. امال. يا سلام امال. طب اللي جوه كان ليه ديل؟ مش عرفك انت بقى، يمكن عشان صغير ديله ما طلعش لسه. ديله ما طلعش. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنفضل مش عرقين كده؟ على فكره انت وشك نحس. ليه؟ مش عارفه، انا بقول لك الحاجه اللي كان ممكن تتقال في الظروف دي. طيب على فكره انا عاوز انام. هنام على الشجره؟ يا حلو انت، شقوب فوق الشجره. ايوه شبه حلم عبد الحليم حافظ. نام 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 نام، تصبح على خير. وانت من اهله. كنتها كنتها في ايه؟ اتحركي رجليك ليه؟ في ايه؟ ايه؟ اطلعي اطلعي فوق، اطلعي فوق، اطلعي. يا ليلي يا ليلي، احنا محظوظين. يا ليلي يا عين. لا لا، الموضوع ده هزال على حد قوي. انا لازم اعمل للبوليس. نقول له ايه يا اخويا؟ نقول له في عفريت في البيت. وماله؟ هي مش الشرطه في خدمه الاوضه؟ بس 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 بس، ده انت بتجيب فراغ من ودانك. بس بتجيب فراغ من ودانك يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا انا هروح. روح. ايوه هروح. فين؟ في هناك في ال فين؟ مش عارف، حواجن الزمن ديكي. ماله اللواء؟ كل السكان في الايواء بيطلبوني وانا اللي رافض. يا سلام. ايوه يقول روح اتنعم، روح اسكن في الايواء. لا اخيرك، ده انت جايب لي الكلام. انا كنت بشوف هوا الاول من ساعه ما انت طبيت، وانا بشوف رجاله اطوال مختلفه. من ساعه ما شفتك وانا بشوف هوا هوا هوا. ده ايه ده كله هوا هوا على طول؟ طب احنا هنفضل واقفين كده؟ لا
ما نعمل ايه؟ احنا نروح حته ثانيه. حته ثانيه في ايه؟ في البيت. ايه؟ مش عارفه فين، اصل البتاع ده كبير قوي والاخرام فيه كتيره، فممكن العربيات تطلع من اي حته. ايوه تعالوا نروح حته ما فيهاش حتت يطلع منها بتوع الفلان. والله ما انا فاهم مني حاجه ولا حته من اللي قلتيها دي انا فاهمها. تعالى نقف في حته بعيد، ما المهم الحته نبقى مالكينها، يعني مالكين الموقف. فين ايام الاوض اللي قد كده متر متر في البيت اللي وقع؟ الواحد بيشوف الاوضه على طول بلمح البصر. لازم ايوه هنا مش شايف. تعمل في الاوضه انت كنت بتعرف انت بتنام على زيفك. طب اسكت اسكت. بس انت غريب، ده انت لسان مركب له لازمه. مين ده؟ انت طب اجي اجي بلاش كلام هام، اقبل وروحي شوفي اطلعي بقى. طب انا حاضر. ايوه وانت فاهم انا خايف. خليك مزروع هنا بقى. ايوه بطل الحركات دي بقى وبطل الزنق دي. لا عيب بقى تزوقيه ولا انا ما بزوقش حاجه. انا مش شايف انت قفاك في العرض اللي لا عيب بقى. لا عيب بس عشان هنفضل واقفين كده حنام واحنا واقفين كده زي البهايم. بهايم بهايم ايه ده؟ انت طشت قوي، ده انت اللي بهايم ومواشي كمان. وبعدين اسمع تعالى نخش جوه البتاع دي عشان يبقى ظهرنا للحيط. اشمعنى جوه البتاع دي؟ عشان نكشف بقيه الموقعه. ايوه تعالى نبقى واقفين هنا في الميه كده تلاقيهم ما بيعرفوش يعوموا. بس ده انت غريب. يعني احنا كده ظهرنا في الحيط. عشان مش معقول كده تطلع من الحيط. ايوه بس ده ندل قوي بقى لو طلع لنا من الحيط. لا مفيش حاجه. ها؟ لا مفيش حاجه. حلو قوي كده. احنا نقضي الليله هنا. ايوه ليله سعيده باذن الله. طيب تصبح على خير. وانت تصبح على خير. معقولة النيلة اللي أنا فيها؟ واحد ينام وهو واقف؟ أقضي طول عمري نايمة وأنا واقفة؟ واحد يقول إيه للضيوف اللي عنده في البيت؟ تصبحوا على خير داخلة أقف؟ عملتي إيه؟ نمتي كويس؟ أقول لأ وقفت كويس الحقيقة. واحد يصحى من النوم يقعد حاجة ستي ما إحنا نمنا كتير خدنا إيه؟ إحنا واقفين ما نشوف
لا مش هنقعد بعيد عمرنا وقفتنا. وقف بعيد كده. ايه؟ وقف احسن لنا بقى، لو نمنا حاجة هتطلع. مساء الخير. مساء الخير. أنا شاكوه. دي زبلول. أنا ما أعرفهاش. ولا عاوز أعرفها. لا أسأل. إنما سيادتك شايف إن إحنا يعني إحنا تعبانين وظروفنا وحشة ومعناش حاجة خالص، لا عفش ولا أكل ولا حاجة خالص. يعني أعتقد إن سيادتك مش محتاج مننا حاجة، إنما حقيقي إحنا محتاجين من سيادتك حاجات كتير. أيوة. عاوزين مساء الخير. خشي جوه، انا اللي بكلمه. معلش ليا جزء من الحوار. خشي ارجوك، احنا عايزين ناكل. يا تاكلي همك على بطنك طول عمرك مفجوعه طول عمرك. هو لو جاب لنا زي اسماعيل ياسين البيض اللي كان بيزلطه ده. يا سياده اللورد. سيادتك ما تسمع لهاش، احنا الحقيقه عاوزين من سيادتك 3 مليون دولار. دولار ايه؟ جنيه؟ ليره؟ ما هو لما انا اقول مليون دولار يعني 3 مليون جنيه، افهمي بقى. يا سلام. ايوه يعني انا مليون ونص وانت مليون ونص. ليه مش هتدفع ارضيه؟ ارضيه ايه؟ ده بيتي انا، اخد 2 وانت تاخد 1 بس. شوف الطمع بتاع الناس يا ناس. ده انت غريب قوي. ده جاي توفر. ده انت يا بس ده انت بتطلع صراصير. طب ايه انت الفلان طلع من عينك على شفايفك؟ انا مليون، انا 2 مليون وهي مليون، علشان انت عارف ان الراجل مساء الخير شقوب. انا شقوب. هو لو جبت بالدولار الدولار بيمشي في ايه؟ مش تقول والله ده انا بكلمك من الصبح. انا ده انت شوف بتتنطط كتير بتتنطط تصوري فوق. هو شقوب زنون ده طماع. انا ده بيتي، حضرتك ساكن عندي. ها؟ يعني انت مش محتاج ان انا اقول لك، انت شايف المناظر. ده راجل معاك ابتسم. هو ما عمال يتطوع كده.
واللي معلم واللي بيضحك.